لأن القضية الفلسطينية قضية لها أبعاد خاصة تختلف عن أي قضية أخرى، وجميع أنواع المعاناة على الأرض تخف حدتها كلما مر الزمن، ولكن القضية الفلسطينية تزداد حدتها كلما مر الزمن، تتبدل تتجدد، ولكنها تبقى عميقة متجذرة ولها أبعاد وجذور ونتائج. وكل ما ذكر وجميع هذه العناصر تتراكم في الأدب الفلسطيني لأنه صورة عن الواقع وأيضا وسيلة للتخفيف من حدة هذه المعاناة. القضية الفلسطينية شكلت وبجزء كبير مسيرة الحركة الأدبية العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، فلا يستطيع أي كاتب فلسطيني أن يكتب دون أن تتراءى له فلسطين عبر السطور. القضية الفلسطينية توجد في أفكار وشعور بل ودماء كل كاتب فلسطيني، واليوم كل التطورات تحفز أقلام الكتاب العرب الفلسطينيين لتوثيق النصر، لرفع الظلم، لكتابة تاريخ خطه المناضلون والمقاومون بالدم. وضيفنا لليوم ضمن الاستوديو الكاتب الفلسطيني والإعلامي الأستاذ نعيم إبراهيم. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير وصباح المقاومة، صباح سوريا، صباح كل حر في أنحاء العالم. أهلا بكما. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. بداية، حضرتك كتبت الكثير والكثير من المقالات السياسية عن صراع الوجود الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني. اليوم برأيك إلى أين وصل هذا الصراع؟ أحييكما وأحيي أسرة البرنامج وأسرة الإخبارية السورية، ومن خلالكم أحيي دمشق الفيحاء وسوريا التي دائما كانت كما عهدناها، سوريا المقاومة، سوريا الوطن، الأم لكل أحرار العالم. ومن خلال ما تم تقديمه قبل قليل من أبيات وكلمات معبرة حقيقة، أستطيع أن أوجز بأن هذا هو حال الإنسان العربي اليوم من خلال الكلمات التي استمعنا إليها قبل قليل منكما، وهي تعطي الموقف على حقيقته. وبالتالي القضية الفلسطينية اليوم كما كانت في السابق وستبقى قضية أحرار، قضية مطالب محقة، قضية شعب انتمى إلى هذه الأرض، إلى التاريخ. وبالتالي ما فتئ في يوم من الأيام إلا وقال كلمته مهما كانت الخطوب ومهما كانت الصعاب. لذلك يعني كل ما نكتبه ككتاب ومحللين وشعراء وأدباء ومثقفين ومفكرين فلسطينيين وعرب، اليوم كما تفضلتما نقرأ ما بين السطور لنؤكد أن ما يجري الآن إذا أردنا أن نخصص الفترة الحالية من معركة مشرفة هي جزء من حرب الوجود مع المشروع الصهيوني في المنطقة. هذه المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة اليوم، والتي كبدت العدو الصهيوني حتى الآن خسائر كبيرة، خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاد، وبالتالي في أهدافه في بنك الأهداف الذي وضعه هذا الاحتلال من أجل أن يستكمل مشروع القضاء على الشعب الفلسطيني. كل ذلك المقاومة اليوم تسطر أروع البطولات، وبالتالي تقول للعالم أجمع قبل أن تقول للعدو الصهيوني إن هذه الأرض لن تكون إلا لنا، نحن الشعب الفلسطيني، نحن الأمة العربية، نحن الذين وجدنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس نكتب ونقرأ ونأكل ونشرب ونعيش ونصنع، وبالتالي الشمس لن تسطع إلا على رؤوسنا وليس على رؤوسكم. أنتم شذاذ الأفاق، جئتم من كل أنحاء العالم لتسرقون هذا التاريخ وهذه الحياة وتسرقون بسمة الأطفال، لكن لن نسمح لكم. وإن كان العالم كله معكم ودعمكم، وإن جاءت كل الأساطيل من كل أنحاء العالم لتحاول
نجدتكم الآن كما حاولت في السابق لن تستطيع. كل أساطير العالم وكل أحرار العالم سيكونون معنا في هذا الموقف وفي هذه المعركة المشرفة. أستاذ نعيم، نحن كبرنا على القضية الفلسطينية وكثير من الأجيال عاصرت تفاصيل كثير، شهدت حروب، شهدنا أرواح فقدناها خلال سنوات مضت. طيب اليوم كل جيل عم يطلع بحاجة لتاريخ وتوثيق. اليوم شو كان عم بيصير بالعقود الماضية بفلسطين؟ اليوم حضرتك أمام مسؤولية جدا كبيرة بتوثيق هاي البطولات اللي سطرها الشعب الفلسطيني. خلينا نحكي اليوم على دورك كصحفي وإعلامي بتوثيق الأحداث التي جرت في فلسطين. تمام، الإعلام يعني كما يتابع الجميع يعني أصبح سلاحا ذو حدين أو ذا حدين بالأصح. لذلك إما أن يجير هذا الإعلام لصالح قضايا الإنسان العادلة ويخدم هذه القضايا، وإما أن يكون شريكا في سفك الدماء وفي تهديم الحضارات. يعني وكلا السلاحان موجودان اليوم. أنا كإعلامي وككاتب يعني المطلوب مني أن أكون على قدر المسؤولية، بينما الإنسان المقاوم، الشعب المقاوم الذي يقدم الدماء ويضحي بأغلى ما يملك، على الأقل أنا كإعلامي ككاتب من المفروض أن أكتب الحقيقة بعينها، أنقل الحقائق بعينها، أوثق ما يجري على حقيقته، لا أن يكون هناك أي تزييف كما نرى في بعض وسائل الإعلام اليوم التي تأتي تحت عناوين يخجل الإنسان أن يتحدث بها، الرأي والرأي الآخر أو الحيادية أو ما شابه ذلك. هذا يعني إن دل على شيء إنما يدل على أن وسائل الإعلام هذه اليوم هي تهدم أكثر مما تبني، وهي أصبحت معروفة لدى الجميع وخبرها الجميع. أنا أكتب المقال السياسي، أكتب المقال الأدبي، أكتب قصيدة الشعر، أكتب المقال النقدي، أكتب المقال التاريخي التوثيقي للمعلومات المتوفرة اليوم عما جرى ويجري اليوم في الأرض المحتلة، الاشتباكات، بالتالي الاستهدافات، ماذا يفعل العدو اليوم من جرائم، يعني ماذا يريد من أهداف، ما هو بنك الأهداف الذي وضعه، وبالمقابل ماذا عن بنك الأهداف الذي وضعته المقاومة الفلسطينية. إن لم أكتب كل ذلك بدقة وأوثقه بالكلمة وبالصورة وبالصوت، أنا أكون قد شاركت بسفك الدماء للشعب الفلسطيني وللشعب السوري وللأمة العربية ولكل حر في العالم. لذلك ينبغي أن يكون هناك مصداقية لدي كإعلامي وككاتب، وينبغي أن أواجه بنفس الوقت كل إعلامي مغرض وكل إعلام يشارك في سفك الدماء في فلسطين وفي غيرها. وللأسف اليوم يعني أنا يعني أخجل عندما أتحدث عن أن هؤلاء ينقلون من أرض الواقع، ولكنهم يلوثون الدم بكل ما يقولونه اليوم عندما يستضيفون القادة والمسؤولين والضباط الصهاينة على شاشاتهم وفي وسائل إعلامهم تحت يعني الحجة الواهية التي يقولون بها دائما. ينبغي أن نستمع إلى وجهات النظر كافة. هذا عدو قاتل مجرم محتل، كيف لك أن تسمع وجهة نظره وهو يأتي إلى هنا ليقتلعك من جذورك وليقول للعالم أجمع إن هذه الأرض له، وأن فلسطين لم يكن عليها في يوم من الأيام أي شعب ولم تكن فيها أي حضارة، وإنما اليهود هم جاءوا وما تسمى إسرائيل جاءت لتبني الحضارة وأنها هي التي صاحبة الحق المشروع في هذه الأرض. كيف ذلك؟ يعني أنتم تواصلون بهذه الجريمة بكل أساليبها مع كل أسف. أستاذ نعيم، عندما نتكلم ونقول أن ممكن السلاح يكون ضد العدو بالكلمة بالأدب بالفكر والثقافة، اليوم ما هو دور الأدباء والمثقفين بهذا الموضوع؟ والله سؤال الوجع العربي هذا حقيقة. يعني المثقف له دور كبير جدا في عملية التوثيق وفي عملية نقل الحقائق بقصيدته بمقالته الأدبية وبدراسته وبقصته وبروايته وحتى بكل صنوف وأجناس الأدب.
يعني هناك أقلام شريفة اليوم تنقل وتكتب الحقيقة وما يجري، وبالمقابل هناك يعني بعض المثقفين المتغطرسين، المثقفين التبع للآخر، الآخر الذي يريد القضاء على الثقافة العربية وعلى المثقفين الحقيقيين اليوم، وعبر أساليب شتى، أساليب خسيسة يتبعون، ومنها إغداق المال البترودولار، هذه السياسة التي عهدناها، وبالتالي نراهم اليوم كيف يلهثون وراء هذا المال وتحت حجج واهية للأسف. لذلك اليوم أنا ككاتب وكمثقف فلسطيني وعربي لا أقول أنا شخصيا، إنما أنا أعبر عن هؤلاء، عن هذه الشريحة الواسعة، إذا استطعت أن أعبر عن ذلك بجدارة وباقتدار، أقول نحن سنكتب القصة والرواية، وينبغي أن تكون للأجيال القادمة هي مجال لمعرفة ما كان في السابق، لمعرفة ما جرى حقيقة، كيف سطر المقاومون، كيف سطر الشعب الفلسطيني، كيف سطر الشعب السوري والأمة العربية، كل هذه الملاحم البطولية عبر كل ما نراه اليوم. المطلوب أن نكتب بجرأة بصراحة وننقل الحقيقة، هذا فقط ما أردت أن أؤكد عليه. نعم. طيب أستاذ نعيم، اليوم وقت منقول صحفي وقلم، بالنهاية حضرتك عم تحمل سلاح من نوع آخر. اليوم فلسطين تعني السلام والاحتلال، اليوم السلام والاحتلال أكيد هن نقيضين ممكن يجتمعوا أبدا، مثل الحب والكره يعني. اليوم حضرتك كان في تركيز كتير كبير بضمن مقالاتك على موضوع السلام والاحتلال، خلينا نركز على هي النقطة. واليوم إذا حاولت أنت تستخدم هذا السلاح بالناحية السلام، شو ممكن تقول؟ يعني ما تفضلت به حقيقة دامغة حقيقة، يعني قضية السلام والاحتلال نقيضان لا يلتقيان ولن يلتقيا، يعني لا جرى في التاريخ ولن يجري الآن ولا في المستقبل هذا الأمر، لأن ما كنت يعني أكتبه وأؤكد عليه دائما أن المشروع الصهيوني في المنطقة هو مشروع إحلالي، مشروع اقتلاعي، مشروع تدميري، ولذلك يعني أنا كصاحب حق، كصاحب هذا الوطن، كصاحب هذه الأرض، كصاحب هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالتالي كصاحب هذا المشروع الوطني والقومي والإنساني، لا يمكن أن ألتقي مع هذا الاحتلال وأبني معه سلاما أو أي شكل من أشكال التسوية، كما يراد اليوم أن يفهمون أن هناك تسوية تبدأ بخطوات يعني متوالية على أن نصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة. كيف يكون ذلك والاحتلال إذا ما بقي فإنه سيقتل وسيدمر وسيشرد؟ ونرى اليوم ما يفعلونه في قطاع غزة في هذه المعركة، يعني قبل أن نأتي اليوم في هذا الصباح هناك مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من 70 شخص في شارع صلاح الدين وفي شارع الرشيد في مدينة غزة، من الذين خرجوا من تحت القصف لمنطقة جنوب قطاع غزة كما هددهم العدو الصهيوني، ومع ذلك هو استهدف هؤلاء المدنيين وقتلهم وارتكب بحقهم مجزرة. فأين يمكن أن يكون السلام مع هذا الاحتلال الذي يقتل ويدمر حتى الذين يريدون أن يكونوا بهذا السلام الذي لن يكون مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، لا الآن ولا في المستقبل أبدا. نعم، في الختام بدنا نشكرك كثير الكاتب الفلسطيني والإعلامي الأستاذ نعيم إبراهيم، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكما، شكرا للإخبارية السورية، وشكرا لكل حر ولكل صاحب قلم ينقل الحقيقة ويقول الحقيقة مهما كانت الظروف والصعوب والتهويلات من قبل الآخر. تحياتي لكم. شكرا أستاذ نعيم لحضورك اليوم، وهيك دائما منقول يا رب النصر لفلسطين ولكل الدول اللي عانى معنا خلال السنوات الماضية. شكرا لك. هذا ما نتفائل به، أن النصر قاب قوسين أو أدنى. آمين إن شاء الله. يا رب. آمين يا رب.